رحبوا معنا بمقدمي البرنامج الإعلامية كيان الصيفي والإعلامي أحمد غوشي من مدينة مساء الخير. ترافق أرواحنا وتجتاح معنا مراحل الحياة، تتقاسم معنا الأحزان والأفراح. إنها الموسيقى التي اعتبرها أرسطو أسمى من أن تكون مجرد أداة لهو، أما شكسبير فاعتبرها غذاء الروح. مساء الخير. للحلم بقية. برنامج The Golden Voice وجد لتحقيق أحلام من يسعى وراء حلمه بالجدي والمثابرة. حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم الغنائي الأول والأضخم في فلسطين. زقفة. وعبر الشاشة الأمتع والأضخم، شاشة تلفزيون الفجر الجديد. وحلقة النتائج اللي رح نعرف من خلالها الثمان مشتركين الجداد اللي رح يدخلوا معنا في مرحلة الخطر. واحد منهم رح تنقذه لجنة التحكيم، وواحد تاني رح تنقذه تصويت الجمهور، وستة رح يغادرونا للأسف، لكن هاي قوانين البرنامج. لهيك كل من يرغب بالتصويت أكيد ما ينسى التصويت على الأرقام الموجودة على أسفل الشاشة، وكمان تكثيف التصويت مهم جداً للمتسابق المفضل. وهلا خلونا نرحب مع بعض بلجنة التحكيم، لجنة تحكيم The Golden Voice. نادين الخطيب، هيثم خلايلة، ليان بصدمير، بنرحب بلجنة التحكيم الرائعة، لجنة The Golden Voice. لجنتنا الموقرة، سؤال موحد للجميع. السؤال، بدنا رأيكم بمشاركات مبارح وتعطونا أهم النصائح اللي رح يقدروا المشتركين يعتمدوا عليها ليكملوا ويستمروا في البرنامج. أهلاً وسهلاً. ليان المايك معي تفضل. مساء الخير، يعطيكم ألف عافية، أهلا وسهلا بالجمهور الجميل، مشاهدينا وبالمقدمين أكيد. بالنسبة لأداء مبارح، أنا بنظري فيه كتير تطور ملحوظ، كتير مبسوطة منهم، كتير أحسن من الحلقات الأولى. واضح إنهم عم بيشتغلوا على حالهم أكتر وعم بيسمعوا الكومنتس اللي عم نعطيهم إياهم، وهذا إشي رائع. نصايح بصراحة، السمع، التدريب المستمر، نسمع أكتر ما إنه نغني، لأن الواحد لما يسمع النغمات والأشياء كلها ترسخ براسه أكتر. وشو كمان؟ بس يضلهم مركزين ويضل عندهم طموح، يضل عندهم إصرار، لأنه بلاغهم ولا إشي بسوى بالدنيا. بس يعطيكم العافية. شكرا ليان. هيثم المايك معك تفضل. يسعد مساكو أول إشي أحمد وليان، يسعد مساء لجمهور الكريم الموجود معنا.
كيانا سوري ليان جنبك كيانا كيانا أنا بس نصيحتي للمشتركين إنه يطلعوا ويغنوا بكل رواق ويعطونا أحسن ما عندهن، لأن إحنا بمرحلة اللي حابين نسمع وجايين ننطرب والجمهور مستني منهن شغلات كثير حلوة، فيركزوا بالمغنى. وإلي نصيحة للجمهور بهاي المرحلة لما بلش التصويت لازم يصوتوا بشفافية للأصوات اللي بتستحق عشان يكمل معنا ويظل في مصداقية للبرنامج. شكرا هيثم، تفضلي نادين. يعطيك ألف عافية، مساء الفل كيانا وأحمد، مساء الورد، الجمهور الرائع معنا، ومساء الفل للمشاهدين بكل محل بيشوفونا فيه. طبعا أنا امبارح انبسطت، حسيت إنه في تحسن في أداء كل المشتركين، حسيت إنه في حماس زايد، صار يرتاحوا أكثر على المسرح. كل اللي بطلبوا منهن إنهن ياخذوا نصائحنا بعين الاعتبار، يسمعوا كتير منيح وهن عم بغنوا، يركزوا في الموسيقى ويركزوا في كل كلمة بقلوها، يغنوها بإحساس، لأنه الإحساس دائما هو اللي بوصل للقلب أول إشي. وإن شاء الله بالتوفيق لكل المشتركين اليوم. شكرا نادين. وهلا خلونا مع بعض نرحب بالفرقة الموسيقية الرائعة بقيادة المايسترو مهند بنورة. أبدأوا معنا في الحلقات الماضية أكيد جهد كبير وتعب جنودنا المجهولين أو مش مجهولين نورتونا. وأكيد ما بدنا ننسى أبداً 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 الجمهور العظيم الرائع الموجود هون معنا في قصر المؤتمرات بمدينة بيت لحم، وأكبر تحية كمان لجميع المشاهدين عبر التلفزيون، وأكيد ما بدنا ننسى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. أهلا وسهلا فيكم، يسعد مساكم مرة جديدة. مشاهدينا، تميز بشاربه وقبعته وعصاه، أحبه الكثير بصوته الجهور وحضوره اللافت، إنه الفنان توني حنا، واللي رح نستمع لأغنية خطرنا على بالك بأصوات كل من حسن كيوان، محمود دعنا، وعقاب ربايعة. المسرح لكم، تفضلوا. من هاو
صوت بجيب البكي عالباب من كوخ من عرزال من موال من دالي وعنموت من توتي من غيمة بلاد المطر من هون آه يا بني يا بني بلادك قلبك أعطيها وغير فكرك ما بيغنيها محميتها يا ابني من الويلات ما في حدا غيرك يحميها بيك موصي لك قبل ما بلادك صلاة للحب صليها خطرنا على بالك خطرنا العاشق ايامه هنيه
قولوا لي الحقايق لا تكذبوا عليا طبنوا لي قلبي نوروا لي دربي طبنوا لي قلبي نوروا لي دربي يا أهل الهوى يا أهل الهوى خطرنا على بالك خطرنا يا هوى كان مالنا وما أطربتونا تسمحوا لي بس أحيي والدي والدي وجمهوري تحية كبيرة مرة جديدة أطربتونا ويعطيكم ألف عافية بس شوف ليان ليان تفضلي أهلا وسهلا بهالجمهور بجنن يعطيكم ألف عافية شباب عقاب هذا هو عقاب اللي بدنا اياه برافو عليك برافو 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 يعني اكيد انت الحلقه الماضيه ما كنت على بعضك كان واضح بس هذا هو عقاب اللي احنا قبلناه في الاوديشنز شكرا برافو عليك بتجنن الموال بياخذ العقل الدخله الروح اللي عم بتغني فيها افلاتك عربك كل شيء كل شيء كان حلو يعني احنا بالعاده بنقول ختامها مسك بس احنا اليوم بدايتها مسك برافو بدايه موفقه صحيح شو يا محمود شو هالصوت شو هالقوة شو هالباور بجنن أنا مبسوطة كثير يعني الفرحة مبينة على وجهي بدعت صوتك اسم الله يعني قوي كثير في رنة بصوتك بتجنن العرب اللي بتعملها بكل سهولة بتغني بأريحية يعني وإحنا عم نطلع عليك مرتاحين مش متوترين برافو 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 هاي هي المستويات شكرا. اللي إحنا بدنا إياها عنا برافو شكرا حسن كيوان شو هالقرار صوتك اسم الله عريض بجنن بالواطي بالعالي يعني بخامة صوت جدا مميزة بدعتوا كلكم يعني مش عارف شو بدي احكي بتجنن وخلص يعطيكم العافية شكرا ليان هيثم تفضل اول اشي تحية للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مهند والنورة وكل الفرقة الموسيقية لازم أبعد المايك شكله. طبعاً اختيار الأغنية والموال هذا اللي فتوا فيه وبالذات إنه هيك زي موال عتابة بس إجا على العجم الفكرة كثير حلوة مهند بحييك عليها. عقاب أنت عم بتعقبنا بصوتك الحلو. الميكس اللي عاملينه الثلاثة موال والدخلة والأغنية كان كثير رائع بداية كثير موفقة حبيتك كثير بالموال بالطريقة اللي قلته فيها بالإحساس اللي قلته وصلني إحساسك يعطيك ألف عافية أبدعت شكرا شكرا محمود الله عليك الله عليك يا محمود على الطبقات هاي السلسة على العالي انبسطت كثير وأنا أسمعك ما كانش الإشي مزعج مع إنه الطبقة عالية بس أنا سمعتك بكل رواق غنيت العالي وغنيت كثير حلو بالأغنية الأغنية بدها إحساس كمان أعطيتوها الإحساس اللي لازم يكون فيها واستمتعنا وإحنا نسمعكم حسن كان ناقصني أسمع القرار اللي بالغناية لأنه الغناية الأصلية بغني فيها على القرار فأنت غنيت القرار وبالآخر سمعت يعني وأمتعتني لما سمعت الواطي والعالي فيعطيك ألف عافية صوتك كثير مميز كمان مرة خليكوا هيك خليكوا بهاي الأداء بهاي الطاقات جايين بننبسط فيكوا والجمهور عم بينبسط فيكوا عم بسمعكوا بهذا الأداء الحلو يعطيكوا ألف عافية شكرا هيثم تفضلي نادين يسعد مساكوا شباب منورين المسرح أشوف الضحكة بالله هاي الضحكة اللي بدنا إياها وين الزعفة للشباب طيب عقاب
أول شيء أنا حبيت كثير اليوم إنك مبسوط ومرتاح وأنت عم بتغني أكثر من هذيك المرة بكثير. حاسس إنك أنت عم بتغني براحة وبسلاسة، حبيت دخلتك بالموالي كثير. بس في إشي رح أقولكم إياه أنتوا ثلاثة مرة واحدة هيك، إنه تنتبهوا بالموال بالفالت اللي غير موزون للنغمات أكثر لحتى ما تروحوا هيك وهيك. بس بشكل عام المواويل كانت كثير حلوة بصواتكم، أجدتوا الطبقات العالية والواطية، يعطيكم ألف عافية. محمود دعنا ما شاء الله خامة صوت حلوة وقوية، عندك مساحة كبيرة ما شاء الله بصوتك، بتصيب النغمات العالية والقرار برياحة. كمان مرة نفس اللي حكيته، بس انتبه بالمواويل إنه ما نبعد عن النغم الأساسية لحتى ما يكون، أو نعرب كتير لحتى ما يكون في طلوع عن النغمة، نضلنا هيك بالسلطنة اللي احنا فيها. بس يعطيك ألف عافية. بس ده كمان؟ لا بديش، أنا ضحكتك بحبها فأنت تمام. حسن يعطيك العافية. حسن أول إشي مشخص ما شاء الله اليوم بدلي وهيك وأشياء وما شاء الله عليك حلو. حسن قرار وجواب ما شاء الله، عندك كمان إحساس في صوتك حلو واضح. بطلب بس كمان مرة تنتبه للنغمات بالفالت بالموال بشكل خاص، إحنا دايماً منشدد بالموال لأنه فيش إيقاع يمسكه، فيش نغمات تمسكه غير بس الأساس بعملوه، فهذا أكتر إشي ببين للجمهور والمستمع لما تعملوا أي نغمة وتزيحوا شوية صغيرة عنها. بس هذا هو. بس ما شاء الله أصواتكو حلوة، القرار كتير كان حلو عملته، والجواب كان كتير حلو، يعطيكم ألف عافية شباب. شكراً. شكراً نادين، شكراً لجنة التحكيم. شكراً, شكراً شباب. أطربونا في حلقة العروض المباشرة في أغنية قل عملك إيه، فتلقوا إشادة لجنة التحكيم والجمهور أكيد. أما هلأ بدنا نستقبل على المسرح كل من رشاد الطردة وسميح دوكات وعزمي سنونو، ونسمعهم بأغنية الزينة لبست خلخالة. المسرح لكم، تفضلوا. حيو ذا جولدن فويس اللي جمعنا ولمنا، وحيو الزمان أبو عمار أبو عمار اسمك بدمي كتبته، ألو دمك ألو دمك عطرو بالفدا ألسكبته،
شعبي أنا ألو شعبي ألو شعبي أنا كيف أنسانك بدار ولجلك الموت يا أبو عمار والزينة لبست خلخالة وصارت تتباهى بحالة والزينة لبست خلخالة وصارت تتباهى بحالة كلها تتلاها بخيال كله يا خيال انساها كلها تتلاها بخيال كله يا خيال انساها والفرص بدها خيال يلا 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 معاك
نحن. شكرا شكرا على راسي على راسي. شكرا لكم شباب. انتوا اهلي والله، انتوا اهلي بالغربه، الله يبارك فيكم. شكرا للشباب. ناخذ اراء لجنه التحكيم، تفضلي نادين. يسعد مساكو شباب. يسعد مساك. منورين على المسرح اليوم. طيب رح ابلش في عزمي عشان انت بلشت في الموال. شكرا ليان. وين سقف العزمي يا شباب؟ كل حدا بنذكر اسمه. شكرا شكرا. اعطوه حقه بالتزييف. حبايب القلب والله. طيب عزمي يعطيك العافية. الله يعافيك. بدي اقول لك انه انا بالموال حبيت، كنت احب التصرف اللي تصرفته. بس. للاسف دائما عندي بس، اسمع شوي. انا كثير بحب صوتك. بس انا عندي مشكلة انك انت من كثر ما تاخذ نفس قصير احيانا بتقول جمل طويلة كثير عرب، توصل للقفلة تضطر تقفل. وهذا بس ماش صوتي مرت في القفلة، لأنك ممكن بتعرب كتير القفلة، بدك تخلصها أحسن ليخلص نفسك. وأنا هذا الإشي بجنني، نفسي أسمع قفلة قفلة. طبعاً أنت بتقفل بس بالموال خصوصي، لأنه بدون موسيقى بنسمع أكتر وببين أكتر. حبيت كتير وأكتر أدائك في البيت نفسه، حسيت أنك مرتاح، أعطيت عرب حلوة، أعطيت تصرف حلو. بس وحياتك انتبه، النفس بدك تعطيه عرب على قده لحتى تقفل صح. هذا هو الاشي الوحيد اللي اطلبه منك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. طيب سميح، اخ يا سميح. سميح يا طيب، يعطيك العافيه. للاسف للاسف دخلتك كانت out of tune. النغمات للأسف ولا واحدة كانت ضابطة معك، حقك علي يعني، بس غير موفق أبداً في الدخلة. في البيت يمكن ارتحت أكتر، بيان صوتك أكتر، قوة صوتك أكتر، بس ما تخلي الحماس في الأغنية الحلوة. يعطيكوا ألف عافية الفرقة الموسيقية مهند، أغنية بتجنن كتير حلوة، وطبعاً حماس رائع على المسرح. بس ما تخلي الحماس يأخذك ينسيك النغمات الأصلية والإحساس في الأغنية، وتمسك المقام تبع الأغنية صح. للأسف بعتذر منك بس كان مش كتير موفق. تسلم على النصيحة. المرات الجاية إن شاء الله بتكون أحلى. رشاد، يا رشاد كمان للأسف بريت اللحن، نشاز كان واضح. أتمنى من كل قلبي إنك تشتغل على الموضوع وتسمع كمان مرة. بحكي لكم إذا مش سامعين من قدامكم اسمعوا، ارجع لورا شوي، اسمع من الفرقة نفسها، اسمع التون وغني على التون، لأنه هاي مشكلة بتخرب عليك كل الأغنية. وبس يعطيكم العافية. الله يعافيك. شكرا نادين. تفضلي ليان. يعطيكم العافية شباب. يسعد قلبك. نبلش مع عزمي. عزمي يعني فيش داعي أحكي، كل حد صار بعرف قد إيه أنا بحب صوتك وأدائك، وكل إشي عملته على المسرح كان حلو. الموال بياخذ العقل، الإيقاع كان بجنن، تريلات اللي بصوتك بتجنن، الواطي العالي، القرار، الجواب، كله كله يعني ما شاء الله عنك. صوت ولا أروع من هيك. أنا كتير مبسوطة، وكل مرة حتطلع تغني رح أحكي لك قد إيه أنا مبسوطة بوجودك معنا. وجودك يعني فخر لإلنا عن جد. فيعطيك ألف عافية. الملاحظة اللي حكتها نادين بمحلها، وإشي بسيط جداً بنشغل عليه بسهولة، يعني مش صعبة عليك زي ما بقولوا. فبرافو عليك وخليك هيك عن جد. يعطيك ألف عافية. برافو. الله يعافيك يا رب. بتنهف هيا كاين. سميح، سميح دويكات، الموال كان out of tune كله يعني من أول ولا آخر. وبدون زعل احنا عم نحكي الصراحة والحقيقة عشانكم قبل عشاننا. كان كله out of tune. يمكن شوي بالمقطع الثاني لما دخلت مع الموسيقى وكذا مسكت الطبقة أحسن، غنيت أحسن، بس أفلاتك كانت دائماً أحسك تتهرب منهم فبتعمل إشي تاني، بس ولا تقفل يعني ولا قفلة منك وصلتني أو كانت واضحة. وبس هذا هو. رشاد،
رشاد يا رشاد، أنا ما بعرف شو المشكلة، ما عم تسمع أو هو هيك المغنى إن جنرال، مش عم بقدر أعرف وين الغلط، بس اللي على الأكيد بعرفه إنه كان كتير في نشاز. أنا ما بحب أزعل حد مني عن جد، بس أنا يعني لازم أكون صريحة، ما تزعل عن جد، ما تزعل يعني، بس مضطرين نكون مصداقيين معاكم، مع جمهورنا، مع الجميع. فبدي أعتذر منك يعني، للأسف إنه اليوم ما كان الغناء موفق معك، سوري. شكرا ليان. هيثم تفضل. نبلش مع سميح. طلع أنا لا شك إنه عندك صوت حلو وعندك موهبة كثير حلوة، بس أنا اليوم ما انبسطت منك بالموال صراحة، يعني كنت بريت الطبقة ومش عم تمسك اللحن صح. فإحنا عم نحاول إنه بالبداية كنا نعطيكوا الفرصة إنه تثبتوا الأحسن المرة الجاي، بس بطل في مجال إن إحنا نعطي أكثر تشانسز. فأنا بدي أعتذر منك اليوم، ما عجبني الموال بالأغنية، لما كملت الأغنية كان أحسن، بس لازم تشتغل حالك المرة الجاي أحسن وتقدم لنا أحسن عشان تثبت العكس اللي عم بقوله. رشاد نفس الشيء، أنا بدي أعتذر منك، يعني ما انبسطت بالموال وانا اسمعك، وحتى بالاغنيه كان اللحن ضايع، فاسفين منك يعني. لازم تشتغلوا على حالكم احسن للمره الجايه، تسمعوا الاغاني اللي عم بتغنوها تسمعوها احسن، اللي تمسكوا اللحن، و هارد لك. عزمي يا عزمي يا ابن غزه، تحيه لغزه. شكرا على راسي والله. عن جد يعني انا فخور جدا انه انت صوت كثير مهم موجود معنا في البرنامج، بنفتخر فيك. الاداء، الموال، العرب، الاحساس، يعني كل شيء كان كثير رائع. عم بستنى من بكل حلقه، الحلقه الجاي اسمعك، لانك عم تطربنا وعم تمتع الجمهور، واكيد الناس سامعين وبشيدوا على كلامي. يعطيك الف عافيه، ابدعت. الله يعافيك يا رب. شكرا كثير. شكرا. شكرا. شكرا شباب، يعطيكم العافيه. بريك صغير وراجعين، خليكم معنا.
أهلا وسهلا فيكم من جديد. الأجواء الحماسية يبدو إنها مسيطرة علينا في المكان، ومع الأغاني اللي راح نسمعها الليلة بحلقة الليلة أكيد أنا متأكد مثل ما أكيد أنتم متأكدين إنه الأجواء راح تزيد حماس واشتعال أكيد مع هالجمهور الرائع اللي موجود معنا في المسرح وعبر الشاشات. أغنية راقية تراثية قديمة وتعد من أجمل أغاني الفلكلور البغدادي اللي بيرددها الناس في مناسباتهم المختلفة. فوق إلنا خل، رح نستمعها بأصوات كل من مؤيد نواجعة، محمود زعرور، وأحمد التميمي. المسرح لكم، تفضلوا. أناموا ما يجيني النوم وملي من السهر وسهر واشد خلقي ويا خلقي الليل وايل وايل للفجر ما لك شلون 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 اخفى وانا بهالحال قلب متلفلف بخلجار يا بلات الغر يا بلات الغر ترى الطاووس من يايل الرجلي يا بلات الغر يا بلات الغر ترى الطاووس من يايل الرجلي مشان الخجل مشان الخجل يا حمام الداح وش مالك توين يا حمام الداح يا حمام الداح وش مالك توين انت ربع اللي اون ونيت انت ربع اللي ونيت مو بس انت اللي مربعك الحزن انا حزن من الصغر ربيت لك مو بس انت اللي مربعك الحزن أنا حزن من الصغر يما ربي يده صار مثلي يعشق ويهوى ويحب ومثلي اكتب بالشعر خليت
ايده علمهني على الجكاير والتتن وبي يشرب الاخر صباكيته. سمعت بغداد تناشدني للأذن. تحية كمان مرة. شكرا لك. تفضل هيثم المايك معك. نبلش بأحمد التميمي. يعطيك ألف عافية، اليوم الأداء أحسن بكثير من المرة اللي فاتت.
انا بحب صوتك كثير، بحب خامة صوتك، بس بطلب منك انك تفتح فمك اكثر وانت تغني، وابتسامة حلوة هيك تكون على وجهك. يعطيك الف عافية، ابدعت اليوم. بدك تحكي اشي؟ تفضل. لا، ما هو انا شوي تنكدت لانه في مقطع انتسى، ما حكى. لا يا اخوي ما تنكدش ولا شيء، بسيطة بس. عادي، احنا سمعناش. مش انا اللي نسيته، انه لسه في لي كمان مقطع واحد. بس ما عادي، انتوا فريق عادي، مش مشكلة، المهم سمعنا منك اشي. احنا سمعناك ووصلنا الاشي اللي غنيته. يعطيك الف عافية، بالتوفيق. محمود زعرور، مالك هيك زعلان؟ كمان انت تنكدت؟ حبيت كثير بالموال احساسك، اللكنة العراقية اديتها بشكل كثير حلو، ووصلني كثير احساسك، عم بتغني بطريقة كثير حلوة، وانا شخصيا اتأثرت وانت تغني. يعطيك الف عافية، ابدعت. زقفوا له يا جماعة. ليش زعلانين؟ مؤيد، دخولك بالموال كان كثير حلو، برضو نفس الشيء، ابدعت بالموال، يعطيك الف عافيه. كان شوي بالمغنى من الحماس الزايد هيك بعادت عن النغم شوي، بس بتصير يعني للمرات الجايه، ركز اكثر. بس اليوم ابدعت وغنيت بطريقه كثير حلوه، يعطيك الف عافيه. شكرا. شكرا هيثم. تفضلي ليان. أحمد تميمي، أول إشي بدي أقول لك ما تزعل، حتى لو راح المقطع عادي، المهم إحنا سمعنا منك اللي بدنا نسمعه، كتير 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 أحسن من الحلقة الماضية، كتير لازم تكون مبسوط من حالك، سمعتنا خامتك وطبقتك وعربك وكل الإشي الحلوة سمعتنا إياها. يعني مرات الواحد مش مضطر يغني بارت كتير كبير عشان يبدع، ممكن تاخد جزء هالقد صغير وتبين له فيه كل الاشياء الحلوه في صوتك، وهذا اللي صار معك اليوم، فبرافو عليك، ما تزعل، واذا زعلت اشرب تاسكو بتنسى الهموم. محمود زعرور، الله الله الله، الموال كان فخامه فخامه فخامه، وبدناش زعل، بدنا دائما وجوه مبتسمه، غنيته كتير كتير حلو، بالفعل اشعر بدني وانت عم بتغني الموال، كل شيء كان منك حلو، يعني عن جد مره عن مره عم بتخليني اقول الحمد لله انه بالاوديشنز قلنا لك اه، برافو عليك، برافو. يما 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 يما. امنولي الترويحه سكيورتي. مؤيد، دخلتك بالموال كانت خرافيه، بتجنن. بس في بس، اسمعوا في بس. وانا حسترجي اقول غير هيك اصلا. لا لا، برافو عن جد، يعني اكيد منحيي جمهورك الكبير ومنحيي جمهوركم كلكم طبعا. شكرا. دخلتك بالموال رائعه، خامه صوتك لا شك انها جدا حلوه، عندك عرب حلوه، كل شيء كان حلو. كم من مره فلتت منك الطبقه يما يا رب الله يستر. بس في شيء بدي اقول لك اياه، لما بدك تطلع عالي يا تكون متاكد منها للطلعه او ما تعملها وخليك بالسيف سايد، بالسليم احسن. بس عدا عن ذلك كلكم كنتوا بتشرفوا وبتجننوا. شكرا. شكرا ليان. نادين تفضل. يسعد مساكوا شباب. يا محمود اضحك. ليش هيك زعلان؟ طيب راح ابلش مع مؤيد. مؤيد يا طيب، عندي لك نصيحه خذها من اليوم لاخر العمر. لما حدا من الموسيقيين الفنانين الرائعين اللي على المسرح معك بالفرقة الموسيقية يعمل سولو، يعزف لحاله، يعطيك اللحن، تسلطن عليه ولا مرة تقطعه. القانون كان عم بيعمل شغل بجنن، لازم تقول له الله والناس يزقفوا له، بعدين تفهم اللحن، تحطه براسك، تسلطن، وبعدين تعمل الموال. ما هو يا حبايب، إذا بدنا نضلنا نقول بص شوف وننسى الأشياء اللي لازم ينحكى فيها، كلياتنا منجامل وبصير كلياتنا فنانين، صح؟ عشان هيك بدي إياك لمصلحتك تسمع، تركز بالموجود على بالفرقة الموسيقية على المسرح، عشانك أنت تسلطن وتعطي برواق. اسمع، الموال اللي عملته كتير حلو وأجدته،
في أكم من كلمة أنا ما فهمتهاش للأسف، بعرفش كتير الموال مش حافظته، بس أكم من كلمة ما وصلونيش ما سمعتهنش، بدي إياك تشدد على اللفظ وتنتبه عشان يكون في عندك ركوز أكتر. وكمان إشي واحد بدي أقول لك إياه، وقت ما تغنوا الثلاثة مع بعض أنت أو أي مجموعة بتغني، مش دايماً تطلع وتظهر صوتك عنهن الباقي، لأنه هذا ممكن يكون يضايق الباقي، وممكن للأسف اليوم ما كانش كتير معك لأنك طلعت عن كل النغمات اللي عملتها، يعني ما كنتش ماسك النغمة صح. لما تغنوا مع بعض غنوا مع بعض، مش واحد سابق الثاني وبدي أظهر صوتي. أنت عندك بيت لحالك بتظهر صوتك فيه، لما تغنوا مع بعض اسمعوا بعض، غنوا مع بعض. بس هذا هو، بس كان حلو بشكل عام، يعطيك العافية. يسلم. محمود اضحك. ايوه اضحك. اول شيء عن جد محمود بدي اقول لك انه انا كثير مبسوطه فيك والله، يعني تجارب الاداء اللي عملتها، الاغنيه الاولى اللي غنيتها اول شيء وانا قلت لك عنها لا، اليوم فرق شاسع، عم بتزبط العرب بمحلها، عم بتقولها حلو، وانت الحلو انك انت ماسك النغمات ومسلطن عليها بشكل كثير حلو، هذا كثير حبيته فيك. كمان بدي اقول لك انا ما بعرف الموال اللي غنيته، في اكم من كلمه ما فهمتها ابدا. نحكي عراقي، حتى ولو عراقي على عيني وراسي لازم افهم شو الكلام، لازم اسمع افهم شو الكلام. العراقي مش هندي، عربي، في كلمات صعبه بالعراقي بس مش لدرجه انه ما نفهمهاش شو عم نحكي، بس تنتبه لللفظ لحتى يوصلنا. بس بشكل عام كتير حلو حبيبنا احمد. ايوه خليك اضحك احمد. اول اشي انا حسيتك انك مش مبسوط، حتى يعني لما بعد ما خلصت الاغنيه كمان حسيتك انك متضايقت وطلعتك تطلع علي. نصيحتي لك ان الجمهور والمشاهد ممنوع يحس انه في اشي صار على المسرح خرب عليك الوقفه تبعتك، هاي بتهز ثقته فيك وعندك. بدك تنتبه انه كل اشي بيصير على المسرح تتقبله تحكي فيه بعدين، بس لما تقعد على المسرح ما تبين لناش انك زعلان، لحتى احنا ما يوصلنا احساس مش منيح الك. بس انت بشكل عام عندك صوت حلو، انتبه وسلطن وقيم الميكروفون عن وجهك عشان نشوف وجهك الحلو اكثر. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. شكرا. شكرا نادي. شكرا لجنة التحكيم. بس في شغله سريعه حابب اوجه تحيه لصديق المصور، اجى من قلقيليه مخصوص، قيس صبري. شكرا كثير لك. شكرا لكم وتحيه لاهل قلقيليا. على راسي واهل يطا. باغنيه انا بعشقك عادونا سنين كثيره الى الوراء، وفي حلقه العروض المباشره الماضيه كان في تناغم كامل ما بينهم. الان راح نسمع كل من نور عيسى راح تقدم لنا اغنيه بالقلب خليني، وجيسيكا سعيد راح تسمعها بأغنية القريب منك بعيد. صبايا المسرح إلكم.
الله عليكم صبايا على هالإطلالات الحلوة أول شيء والأصوات الأحلى أكيد. وناخد رأي لجنة التحكيم. نبدأ في نادين. يعطيكم ألف عافية صبايا حلوات منورات المسرح اليوم. كمان زقفة بالله للصبايا الحلوات هون. نور يا نور، هاي الأغنية أنت غنيتيها بالقلب خليني في تجارب الأداء صح؟ لما غنيتيها وقت تجارب الأداء كنت كتير خايفة، كان أدائك هيك مش كتير متأكدة منه. شفتي الثقة والقوة اللي غنيتي فيها لما بلشنا نضحك لك ووقفت لك ليان؟ هاي اللي لازم تكون من أول الأغنية لآخرها. شو ما بيصير معكو على المسرح، أي توتر أي خوف ما تنقلهوش لإلنا، لأنه إذا إحنا حسينا فيه منخاف عليكم أنه أنتوا مش قد هذا المحل اللي أنتوا فيه، فلازم تكونوا قدها بغض النظر شو ممكن تكون أخطاء صارت عن قصد مش عن قصد. المايك بطل يشتغل، خليكي راكزي بهدوء بتأني، قولي وقت ما يشتغل عادي، احنا ما علناش اشي جايين نسمعكم. اهم اشي خليكي واثقة بغنائك. الاغنية اليوم بادائك كانت كتير حلوة، يعطيكي الف عافية. شكرا كثير لك نادين. يعطيك العافية. جيسيكا، شو هالاحمر يا جيسيكا. شكرا حبيبي. أول إشي أنا حاسة إنك أنت مرتاحة اليوم أكثر من هذيك المرة، ضحكتك بينت أكثر على المسرح، سامعة حالك وأنت عم بتغني مظبوط؟ ممتاز، هذا أهم إشي. بشكل عام كان حلو، اللي بطلبه منك إشي واحد، هاي أغنية للعملاقة نجاة الصغيرة، أغنية بتجنن أنا شخصياً بعشقها، من كثر الكلام الحلو اللي فيها، القريب منك بعيد والبعيد، يعني عم تبكي له. بدك تحس شوي صغيرة أكثر من بس إنك تأديها، بس يعطيك العافية كان كتير حلو. شكراً. شكراً نادين. ليان المايك معك تفضل. يعطيكم العافية صبايا، بتاخذوا العقل زي القمر أنتوا التنتين. نور عيسى، يعني وأخيراً بنتي الصغيرة درست منيح. برافو برافو برافو، مبسوطة منك. ولما وقفت لك لأعطيكي بوش، ما تتوتري، ممنوع تبيني لنا أي توتر، مبسوطة، برافو، غنيتيها كتير أحلى من الأوديشنز، إحساسك بجنن وهالخامة بينت، دايماً هيك غني وكل مرة بده يكون أحسن على أحسن، يعني في كم غلطة بسيطة صارت بس بتعدي، وبرافو عليك، أنا شخصياً مبسوطة منك، برافو. شكراً كتير. جيسيكا، ملكة جمال البرنامج. خجلتيني. أول إشي بتجنني، تاخدي العقل وزي القمر، اسم الله عليكي. كتير اليوم أحلى من هديك المرة، برافو برافو، يعني الأغنية مش سهلة ومن الأغاني اللي كتير حلوة وحساسة، غنيتيها بأداء كتير ممتاز، مبسوطة جدا منك، بس نحس أكتر باللي منحكي، غير هيك ما عندي اي كومنت لإلك اليوم. برافو عليكي، ابدعتي، احسنتوا صبايا، برافو. شكرا ليان. تفضل هيثم. نور يا نور، اليوم وانت تغني اخذتيني هيك على محل ثاني باحساسك الحلو وصوتك الحلو. صحيح كان شوي بالبدايه توتر ورجه بسبب الخلل هذا، خلل صغير، بس كثير كان رائع، يعطيك الف عافيه. شكرا. بجنن. شكرا. جيسيكا، ما توقعتش منك هيك اليوم، يعني اليوم صراحة أبدعتي. شكرا شكرا. صدقا يعني اختيار الأغنية كان كثير رائع موفق، وكمان نور، واستمتعت كثير وأنا أسمعك، أديتي بكثير أحسن من المرة اللي فاتت، واضح هذا الإشي بأدائك، كملي هيك، يعطيك ألف عافية. بس بدي أحكي كومنت صغير. تفضلي ليان. جيسيكا لما تمسكي الميكروفون امسكيه لتحت عشان احنا بنحب نشوف وجهك اللي زي القمر، بس ما تحملي هيك، امسكيه هيك. شكرا ليان. شكرا لكم. شكرا صبايا. تفضل. الصبايا امتعونا بصوتهم اكيد. بريك اعلان صغير وبنرجع لكم، خليكم معنا.
وأهلا وسهلا فيكم من جديد. من كلمات وألحان الأخوين رحباني، غنتها فيروز وغناها بعدها كثير من نجوم العالم العربي. أغنية لا تخلو من الحماسة وبتضفي على مستمعها حالة طربية فريدة. دقوا المهابيج، خلونا نسمعها بأصوات يوسف صباح، محمد مجد جريرة، ومحمد شراونة. المسرح لكم، تفضلوا. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا ليل، هاي هاي يا 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 هات يا ابو الزلوف زلفا يا حبي لا يا يا وأجمل ليالي الهنا فيها أماني وغنى نشيد الوطن وغنى نشيد الوطن البلبل الصدايا يا يا ولما عرفنا مع احباب القلب جينا كل ما هبش خلي الهوى
يعني الواحد ايش بده يحكي؟ عن جد عن جد احنا فخورين فخورين فيكم. يوسف صباح يا زلمه ايش هالصوت هذا؟ ما شاء الله عليك. بيستاهل زقفه اكبر. اسمع يعني صدقا من الاصوات اللي كثير كثير مميزه في البرنامج ومن الاصوات اللي انا بحياتي سمعتها صوتك يا يوسف. الله عليك. يعني العرب هاي اللي بتعملها، الافلات الخطيره هاي اللي بتسويها تاخذني لعالم ثاني، بتطربنا يعني بولدوزر. يعطيك الف عافيه بالتوفيق، فخورين فيك. لقب مهم، لقب مهم. محمد شراوني، محمد ابدعت بالموال. بحب صوتك كثير، بحب الاداء الهادي اللي بتغني فيه بدون زيادات، بس سلس يعني سهل ممتنع. عم بسمعك وانا مرتاح على الاخر، ما عنديش ولا ملاحظه، بالعكس يعني رائع. عم تشتغل لحالك، عم تتقدم بكل حلقه عن حلقه، عم بتغني احسن واحسن. ابدعت، يعطيك الف عافيه. مج حبيبي يعطيك الف عافيه. انا شخصيا بحب صوتك كثير، بحب الاصوات الرفيعه اللي على العالي هيك بتلمع، في لمعه كثير حلوه بصوتك، بس بطلب منك تركز اكثر بالمغنى. بهاي المرحله احنا مجبورين نحكي بكل شفافيه بكل دقه. شوي كنت فارق وانت تغني، بس بشكل عام كان جيد. يعطيك الف عافيه ونسمع لنزقف كبيره. يعطيكم الف عافيه شباب، رائع. شكرا هيثم. تفضلي ليان. يعطيكم العافية شباب، أبدعتوا، برافو. نبلش مع يوسف. كمان كمان كمان، والله كمان بيستاهل. يعني أنت معلم، عن جد أنت معلم. صوتك شرف كبير وجوده معنا بهذا البرنامج بالفعل. الله عليك، ولا غلطة، كل شيء بتعمله على قد وحلو، ويعني عندك الباور والتكنيك والإحساس وكل شيء، فبيستاهل كمان مرة زقفة كبيرة عن جد. برافو، بيستاهل. محمد شراوني، أنا كتير سعيدة ومبسوطة فيك بالفعل، برافو عليك، تقدم ملحوظ. للأمانة ما عندي أي كومنت، يعني الموال كان بجنن، وعم بركز على أفلاتك عمدا، يعني تعمدت، عم بتسمعني إياها. شكرا شكرا، برافو عليك، وإحساسك حلو، بتغني بسهولة بهدوء برواق، كل شيء كان بجنن. برافو برافو عليك. يعطيكم العافية، شكرا. مجد عادي الجمهور قد ما هو قوي بضيع. عن جد مجد مجد، خامة صوتك بتاخذ العقل، في رنة بصوتك بالعالي يعني بتلمع لمع بالفعل، زي ما حكى هيثم رائعة جدا جدا، مغناك حلو، بس بالنص وللآخر شوي كنت فارق عن الطبقة الأصلية. ما بعرف شو السبب، يمكن بالغلط، يمكن قلة التركيز، يمكن من الحماس، يمكن مش سامع، بس يعني بكل الأحوال بقدرش أحكي غير إنكم أبدعتوا اليوم. يعطيكم العافية. شكرا ليان. تفضلي نادين. يعطيكم ألف عافية شباب. طيب رح أبلش مع محمد. محمد أنا اليوم مبسوطة كثير إني شايفة ضحكتك وأنت عم بتغني، حسستك مرتاح أكثر.
حبيت انك عم بتغني بثقة اكتر. صوتك بالغناء الايقاعي اول ما بلشت الاغنية ظهر اكتر ووضح اكتر، والعرب اللي حطيتها كانت كتير حلوة وبمحلها. حبيت انه مع سرعة الاغنية احساسك لسه ظاهر وغنيتها هيك باحساس حلو، فخليك هيك، خلي ثقتك على المسرح قوية وحلوة وظلك غني بهاي الطريقة. شكرا العالم. شكرا مجد يا طيب، يعطيك ألف عافية. أنا بدي منك تسمع الموسيقى صح لحتى ما تفرق ولا نغمة عن المقام، عشان أنت تعيش الأغنية تعيش المقام وتقدر تطلع لنا النغمات مظبوطة وتقفلها صح. وكمان إشي واحد خصوصا بالمواويل، أنا بعرف إنه بالطبقات العالية أنت ما شاء الله عندك صوت حلو جهوري، وعندك أنت التوب يا يوسف روح وعندك طبقات صوت حلوة، عندك طبقات صوت حلوة، بس يوسف أحلى واحد. كلياتهم حلوين يا شباب، إحنا إسا بمجد واحد واحد جايين على يوسف، صح يوسف؟ جاي الدور مجد. بس بدي أقول لك إنه خصوصا بالموال لما تكون بدون موسيقى مرافقة انتبه للعرب اللي عم تعملها، ما تعملش تريلز كتير لحتى ما تطلع عن النغمة، بس هذا هو. بس يعطيك ألف عافية كان حلو اليوم. والسيد يوسف يوسف أنا بس بدي أقول لك إنه ما شاء الله عليك، ما شاء الله نحسدك، يعني عندك رنة صوت مميزة الله أعطاك إياها من رب العالمين، لازم تهتم فيها وتحبها وتحافظ عليها. هاي الرنة الخاصة بصوتك مش موجودة عند كتير، ربنا أعطاك إياها، تصرف فيها عربك والتصرف وكل إشي عملته حلو. ما تضايقش حالك بالنفس الطويل وتعمل أطول منه ويروح نفسك، لاحظت لما بالقوة مسكتها، بس كان كتير حلو. يعطيك ألف عافية الله عليك. شكرا نديم. شكرا نديم. شكرا لجنة التحكيم. شكرا شباب. شكرا شباب، تفضلوا. كانت فكرة برنامج The Golden Voice حبر على ورق، حتى استطعنا إخراجها من خانة الأحلام صعبة التحقيق إلى واقع الحياة الآن بكل تفاصيله. برنامج أعطى للمواهب الغنائية الفلسطينية فرصة للظهور وبأرقى صورة، مواهب إحنا على ثقة تامة بإنها حتكون نجوم المستقبل وراح تمثل فلسطين بأبهى صورة. من هنا انطلقنا ومن هنا كانت البداية، كانت مجرد فكرة حبر على ورق، واليوم ومن هنا كانت البداية، كانت مجرد فكرة حبر على ورق، واليوم The Golden Voice حقيقة لا شك فيها. انطلقت فكرة The Golden Voice. إيماناً بحق الفلسطيني بالغناء والفرح، الفلسطيني المبدع في كافة المجالات محلياً وعالمياً، وجد مكانه على خشبة مسرحنا ليغني ويطرب ويبدع، مشاركون من كافة الأعمار وكل المحافظات الفلسطينية وقطاع غزة، والحلقات المباشرة تشهد أجواء حماسية تنافسية في القمة. كان لبرنامج The Golden Voice هدف آخر، فمنذ بداية الفكرة وانطلاقها كانت الأعين مصوبة على الطفلة ملك ذات الربيع الواحد من العمر، والتي تعاني من مرض عضلات نادر خسرت بسببه أخواتها الثلاث السابقات حياتهن بسببه، حيث يوصي الأطباء بإجراء عملية جراحية مكلفة وضرورية لملك لتستطيع النجاة منه بإذن الله. وعليه
فقد قررت إدارة البرنامج المساهمة في علاج ملك والاتكال على رب العالمين في أن تنجو من هذا المرض. الشكر الكبير لإدارة البرنامج على هاي المبادرة الإنسانية، لأنه عمره ما كان الفن بعيد عن الواقع اللي بنعيشه وبحيط فينا. للي بحب يساهم في علاج ملك بيقدر يتواصل مع البرنامج، ومن خلاله تقدروا توصلوا لملك لتقدموا لها المستطاع. شكراً كمان مرة. على موسيقى مثلت لنا عبق الماضي استمعنا في حلقة العروض المباشرة الماضية لأغنية أنا اللي عليك مشتاق بأصوات كل من علي يغمور، أحمد سالم وعبد الله زاهدي، واللي راح يقدموا لنا اليوم أغنية للراحل ملحم بركات على بابي واقف أمرين. المسرح لكم. Thank you.
عين على بنتها قمر واحد في السماء لو التاني أغلى من العين بيفهم بالوما على بابي على بابي واقف قمر على بابي واقف قمر الله الله يا شباب ابدعتوا ابدعتوا تفضلي نادين يسعد مساكم احنا قلنا ببداية البرنامج الحلو حلو ببين طيب علي يعطيك ألف عافية علي عندك صوت حلو لحظة لحظة وين الزقف لعلي كلهم علي يعطيك ألف عافية عندك صوت حلو وبتقدر تتصرف بالغناء أنت عندك هاي الإمكانية بصوتك وعندك إحساس حلو بدي اياك تكون واثق اكثر كل شوي كنت تطلع على مهند لحتى تتاكد هون دخلي مش هون دخلي عم بعطيك اربع مرات اعاده للموسيقى لحتى تتأنى تاخذ وقتك خذ وقتك تستعجلش بعدين قول بس انت قادر ما شاء الله صوتك حلو احساسك حلو روق بس يعطيك العافيه كان كثير حلو خليك طيب احمد عزيزي أحمد عزيزي أنا بس بدي أحكي لك إشي مع كل حبي وتقديري وإعجابي للجمهور اللي جاي معك وعم بشجعك على عيني وراسي كلهن أنت عم بتغني لحتى تكون فنان صح؟ هذا طموحك في الحياة ما بنفع نسمع حاسة إنه بدك تغني بس هيك بتأدي للأسف مش عم بقدر أخذ أي إحساس يعني حتى لما تغمض عيونك بتحاول للأسف النغمات مش عم توصل لصح بدي تسمع صح وما تتضايق على المسرح حتى لو شو ما صار غني بثقة أكتر وبإحساس المفروض هالأغنية رائعة يعطيكم ألف عافية شباب أغنية اختيار ممتاز عشان هيك أغنية حلوة حبها غنيها بحب لحتى توصلنا بس هذا شكرا شكرا عبد الله زاهدي عبد الله ما شاء الله طبعا احنا مش بحاجه من اي شخص من الجمهور مع كل حبنا واحترامنا للعيله وللمعجبين مش بحاجه انه حدا يجي يقولنا ديروا بالكم على ليش لانه احنا سامعين وبنعرف نعرف نسمع صح ومنعرف نقولكو الله محل ما بنقل الله فالله عليك يا عبد الله عندك ما شاء الله عندك مساحة صوت حلوة عندك تصرفات حلوة قادر تعرف وين تحط العرب ووينتا كمل هيك اضحك خليك واثقان باللي عم بتغني وبتقوله وان شاء الله الإبداعات لقدام جاي يعطيك العافية شكرا نادين تفضلي ليان يعطيكم العافية شباب أول إشي بديش أشوف حد زعلان على المسرح لأنكم كلكم غالين على قلبنا منحبش نشوف حد زعلان بدي أبلش بعلي علي اللي بتطلع وإنت واقف بقول مش حيقول لأنك يعني بتهيئ يعني الواحد هيك بحس إنك إنت من وقفتك لأنك خايف متردد خايف بس لما تقول وتغني بتدهشنا فوقفتك بتلعب كتير دور بالفيرست امبريشن بالانطباع الاول فبدي وقفه بثقه اكثر
وبدي تكون مبتسم وانت عم بتغني لانه صوتك بجنن. يعني عندك احساس حلو، خامه رايقه بجنن، غنيت كثير حلو. فبس بدنا شويه ثقه على المسرح ونغني واحنا سعيدين. انت يعني هاي موهبتك، هذا اكثر شيء انت بتحبه، فمفروض تكون في قمه متعتك، ما تخلي التوتر يلغي وقفتك على المسرح. تمام، يعطيك العافيه علي، برافو. احمد زقفه كبيره لأحمد. اول شيء انا احمد على الصعيد الشخصي بعزه كثير والله العظيم، هيك بعرفش وجهه بشوش هيك بدخل على القلب يا عمي. شكرا يعني شكرا. يعني منقدرش نزعله حتى لحظه. بس ليان، اذا احنا بنحكي شيء مش عشان تصحوا محل ما بنحبه، بالعكس لا ابدا، على راسنا وبقلوبنا، احنا بدنا لمصلحتكم بس. 100% صح كلام نادين، اكيد 100%. وفيش اي كومنت نادين بتحكيها الا لا لا لكم، لمصلحتكم. فاحمد انا يعني من غير ما تزعل مني، عشانك وانت اصلا عارف بلا ما احكي انه اليوم الاداء كان أسوأ من هذيك المرة للأسف. يعني كنت حتى الأفلات يمكن حسيتك كتير متوتر، حتى لما تيجي تقفل بدكش تقفل خلص، بدك تخلص وتروح للبعده. فيعني ما بعرف، بس اليوم كان كتير يعني out of tune وطالع شوي عن الطبقة، والأفلات ما كانتش عم توصلني واضحة، ما بتسكرها وتقفلها للآخر. فأنا زعلانة أكتر منك، لأنه أنا انت بتعرف فيش داعي احكي، بس مع هيك بنزقف له وبنشجعه للمرات اللي بعدها. تزعلش اضحك. هذا لا لسه. عبد الله يا عبد الله. جبل جبل زلزال في هالمسرح. لا بعيد الشر يا لطيف، سيبونا مسيرة الزلازل. جبل ما شاء الله عنك، يعني عندك صوت ضخم واسع عريض، يعني بتغني بأريحية، القرار الجواب هالعرب الحلوة، يعني اسم الله اسم الله اسم الله، الله يحمي لك الصوت. بس الخليل مش غريب عليها، الخليل مبدعة يا عمي. يسعد قلبي. برافو عليك، يعطيك ألف عافية، أبدعت. شكرا ليان. هيثم تفضل. أول شغلة تحية كمان مرة، اختيار الأغاني الرائعة اليوم، الأغنية كثير موفقة اللي اخترتوها على باب وقف أمرين للموسيقار ملح بركات. عبد الله يعني فيش شو نحكي، رائع الأداء، التصرف بالمغنى، رنت صوتك الحلوة. عندي ملاحظة صغيرة بس، بدي تعفق اللهجة اللبنانية أكثر شوي عشان هيك تسلطننا أكثر، لأنك سلطان أنت، يعطيك ألف عافية. علي زي ما حكينا، انت بتعطينا انطباع قبل ما تبلش انك انت متردد، بس انت عم بتغني كثير حلو، وبدي اياك تكون واثق اكثر وانت تغني، لانك بتغني حلو وصوتك كثير حلو. يعطيك الف عافيه. ابو حميد حبيبنا، شوف انا بديش اعطيك اليوم ولا كومنت، بديش احكي اشي، بس بدي توعدني وتوعد الجمهور انه المرة الجاي تغني لنا اشي احلى، ما تخليش ولا تعليق. تمام، شكرا. شكرا لكم احمد علي وعبد الله. شكرا شباب. الجمهور اليوم متحمس أكثر من كل مرة، حماس رهيب وقوي. ثلاثي نسائي تميز بخامات صوتية مميزة، بأصواتهم أشعلوا المسرح في حلقة العروض المباشرة بأغنية سألوني الناس المرة الماضية طبعا. يارا قواريق، فينيسيا بهنان، كارينا خليل رح يقدموا لنا أغنية أنا شخصياً بعتبرها من أغنية المفضلة. خلونا نسمع مع بعض أهو ده اللي صار. المسرح إلكم. Thank you.
شكرا. شكرا. يعني بعد هالاصوات ما لهم مش حق يلوموا علينا نهائيا. ليان تفضلي. يعطيكم الف 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 عافيه صبايا، بدعتوا واو. يعني اول إشي هاي الاغنيه انا كثير بحبها، من اقرب الاغاني على قلبي. نبلش مع يارا، زقفه كبيره 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 كبيره. يعني مش عادي، ما بعرف شو بتعملي فينا بس تطلعي على المسرح، بس هو في سحر مش عادي، هذا اللي انا بعرفه. ما شاء الله عليك، احساسك يعني هاي ثاني او ثالث مره بتخليني ادمع، بتاثري فيي لدرجه مش عاديه مش طبيعيه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دقوا على الخشب يا جماعه، صلوا على النبي. مش معقوله عن جد، عندك احساس مش عادي عن جد، مش عم بجاملك ابدا. خامة صوتك ولما تطلعي بالعالي يعني في ما بعرف، في تصرف عندك بالصوت مش طبيعي. ما شاء الله عليكي، ابدعتي. سلطنتينا سلطنتينا بالفعل، يعني ابنا زقفنا لك بدل مره مرتين، وبتستاهلي عشرة كمان. شكرا. حبيبتي فينيسيا. ايوه ايوه هيك الواحد بغني. برافو عليكي، فاجأتينا يعني، ابدعتي، دخلتك بتجنن، عملتي كم، ايوه زغريت زغريت. عملتي كم عربه بتاخذ العقل، تصرفتي بطريقه حلوه، عم بتغني بثقه، واقفه بثقه، ومبين على ادائك. لما الواحد يكون واثق وواقف بثقه كله بينعكس على ادائه. احسنتي، برافو، استمري هيك، برافو. كارينا، انا بحبك يا كارينا. انا اكثر. كارينا اكثر شيء بحبه فيكي، ولمره ما بعرفش، عندك روح حلوه، طاقه ايجابيه بتنشريها وين ما تروحي، هذا اكثر شيء بحبه. غنيتي كثير حلو، غنيتي باحساسك بطريقتك، عملتي كم عربه حلوه، بس بتمنى منك تمسكي الميكروفون لتحت، ما تغطي وجهك، ودائما توضحي كل شيء عم تحكيه، من افلات من الجمل من الحروف بس. اما كنتوا بتجننوا، ثلاث اميرات على المسرح بتجننوا. شكرا ليان. هيثم تفضل. يعني حلقه عن حلقه عم نشوف انه الاصوات اللي موجوده عندنا فعلا بفلسطين، في اصوات رائعه ومواهب. يعني حتى نبلش بيارا. يارا اسمي، انا من بدايه البرنامج من اول ما غنيتي دمعت، واحساسك يعني اخذني لعالم اخر. اليوم انت اثبتي لنا انه انت مدرسه بالعرب، وصوتك صوتك فخر لفلسطين. شكرا. عن جد عن جد الله يوفقك وبالنجاح دائما. وكمان مره احنا بنفتخر بوجودك معنا في البرنامج، بدنا نسمع زقفه كبيره ليارا، رائعه. فينيسيا اليوم ابدعتي ابدعتي، يعني الضحكه الحلوه هاي والطله الحلوه، والصوت صوتك يعني نغمتك كثير حلوه، سمعتك بكل سلاسه، غنيت الاغنيه لبقت لك كثير لاب على صوتك، ووصلتنا وصل احساسك بطريقه كثير رائعه. كملي هيك، برافو عليكي، فيش شو نحكي. وكارينا، يعني اليوم الفريق تبعكو كامل 100%، برافو عليكي، كملي هيك بهاي الروح الحلوة، الغناء الحلو، الأداء رائع، نغمة صوتك ومساحة صوتك كثير حلوة، بس هيك بدنا نسمع، واستمروا بالنجاح. موفقين. الله يسعدك. شكرا. شكرا هيثم. تفضلي نادين. يعطيك ألف عافية صبايا يا حلوات. الله يعافيك. لا والله بيستحق، وكانوا بجننوا من أحلى الفرق الليلة، صح؟ شكرا شكرا. طيب تعال نبلش بالزغنوطة الحلوة الصغيرة بنسا. هاي الموهبة الحلوة وهاي الثقة وهاي الضحكة اللي بدنا نشوفها على المسرح. هديك المرة شوي صغيرة كنت خايفة، اليوم غنيتي بطلاقة، قلت عرب حلوة محلها، حاولت تتصرفي بالغناء بطريقة كتير حلوة، ورجعتي بطريقة حلوة،
وقفلتي صح، يعطيك ألف عافية، ضلك هيك. شكراً كثير لك. كارينا، وين الزقفة لكارينا؟ يا لما أيوة كارينا حبيبتي، تصرف حلو، عرب حلو بمحلها، بالقرار وبالعالي، غنيتي بكل إحساس، بثقة وبجمال، وبحب فيك إنه طول الوقت وأنت تضحكي بتعطينا راحة إنه أي إشي ممكن يكون تمام وأنت ماشي معه. يعطيك ألف عافية، كنت تجنن. يارا يا يارا، يارا حبيبتي، أنا بدي أحكي لك شغل. أنا اللي بغني منه أنا عمري 4 سنين، تمام؟ يعني سامعة كتير مغنيين ومتعلمة موسيقى ودخلت جامعة وعرفت كل إشي خاصة في الغناء، بس اللي بدي أقول لك إياه اليوم، الموال الفالت، الليالي اللي عملتيها بالفالت، فنانين كتير على الساحة الفنية اليوم يعجزوا أحياناً إنهم يمسكوها ويعملوها ويتقنوها، ما شاء الله عليكي. يعني الله على صوتك، عملتي كل إشي بإتقان وحلاوة وإحساس. حبيت كتير التأخير اللي عملتيها خصوصي بالغناء، أعطت جمالية أكتر للجملة اللي عملتيها. يعطيك، كنت بدي أسمع الناي أنا صراحة. يعطيك العافية، بتجنني حبيبتي، كنت شكرا كتير، شهادة بعتز فيها. يعطيك العافية حبيبتي، بتجنني. شكرا صبايا، شكرا صبايا، شكرا لجنة التحكيم. ما تنسوا التصويت للمشتركين على الأرقام الموجودة على أسفل الشاشة. وهلأ سهرتنا شارفت على الانتهاء، السهرة اللي غلب عليها اللون الطربي بامتياز. والآن مع المجموعة الأخيرة بحلقتنا لليلة، قدموا إلنا أغنية قديمة مثلت الزمن الجميل بكل ما فيه، أغنية أوعدك، قدموها إلنا الثلاثي محمد كمبر، نادر حمودة وإسلام الجعبري. فكان التناغم اللغة التي سادت على مشاركتهم الماضية في حلقة العروض المباشرة. أما الآن سيقدمون لنا أغنية رمشة عينك، فالمسرح لهم. Thank you.
لملم شقى عمري وتعلم عيني ضهري وشعر راسي تقوينا ترمسها موتك وينا نظرة حلوة من عيونك بتبل القلب وتقوينا كيف ما نسيتك جيرك شو نساك يا عشيرك بعلمي رضيتك جيرك وحبيناك وحبيتينا شد عينك تقوينا ترمسها موتك وينا نظرة حلوة من عيونك بتبل القلب نساكي عاجيرتنا علمي يرضيك بجيرتنا وحبيناك وحبيتينا المزال مزال القلب عم يخفق مساك يا بيت بعهدك غيرك مساك الدنيا وكل شي فيها مساك ما بتسوي منك حفنة يا ويلي ضن حالي وفي يا باي يا باي يا باي ما تكوني عنا مساك مين تكوني تشتاقي أوفى منا مساك مين وصاكي يا صغير تكوني عنا مساك مين ما تكوني تشتاقي
موتك وينا نظرة حلوة من عيونك بتبل القلب وتروينا كيف مرضيت بجيرتنا شو نساكي عجيرتنا علمي يرضيك بجيرتنا وحبيناك وحبيتينا اليوم مع نادر. نادر حمودي وين الزافي يا جماعة؟ نادر حمودي خير مثال إنه الإحساس والحنية بغلبوا بفوزوا وبصيبوا القلب دغري مباشرة وما بنتسوا. عندك ما شاء الله كمان طلعات وقدرة اللهوية إنك تجيد كل أغنية بتعملها. شكرا. عربك مدروسة، تصرف متقن، ضحكتك حلوة، وقفتك على المسرح حلوة. الله عليك. الله يسعدك. شكرا. يعطيك ألف عافية. شكرا. محمد. محمد كمبر ما شاء الله عليك. عندك قوة صوت حلوة بصوتك. قوة صوتك حلوة. عندك قوة صوت حلوة. كله نفس الشيء. حلوة. وما شاء الله صوتك عالي، صوتك جهوري، بتقول طبقات عالية مريحة، طبقات واطية مريحة. طلبي الوحيد منك لما تعمل أي تصرف، خصوصاً بدك تطلع على العالي، ولا مرة تروحوا فجأة للعالي طبقات لحتى ما تأذي صوتك. ولحتى نضلك في المود الحلو تبع الأغنية، ما تطلعش عنها ولا تقفل شوي صغير بعيد عن الطبقة. انتبه لهالموضوع. صوتك حلو، مش بحاجة تعطينا المقدرة اللي عندك، لأنه احنا سامعينها وواصلتنا. يعطيك ألف عافية. إسلام. إسلام يا طيب. إسلام عزيزي، عندك كمان صوت قوي وبتقدر، بس مش لازم تستنزف صوتك بالنفس اللي بتاخده وتضلك ماشي للآخر بالأغنية تنو يخلص نفسك وتضطر إنه خلص تقفلها. لو سمحت عندك نفس حلو طويل
مش داعي تستعمله كله، اقفل قبل ما يخلص عشان نقول لك الله. انتبه لهالموضوع ويعطيك الف عافيه. شكرا نادين. ليان تفضلي. يعطيكم العافيه شباب، نسمع لهم زقفه كبيره. مش هالقد. نبلش مع نادر حموده. يعني زقفه اكبر بستاهل صراحه، كثير كثير اكبر من هيك. شكرا. نادر انت يعني زي الملتيني صوتك، شو ما تعطيه اغنيه عادي، سلس فلكسبل، يعني شو ما يعطوك بتغني بتقول بتسلطنا. ما كان في داعي انك تعمل شو وعرض، لا لا لا، في كل يعني دخلتك انا اول ما انت بلشت بقول اه يا رايق. رايق يا عمي، صوت احساس عرب، فيش اشي منك بفلت، ما شاء الله اسم الله عليك عالتكه ولا غلطه. شكرا. ولا غلطه، وبرجع وبقول لك وجودك شرف لهذا البرنامج. الله يسعدك. شكرا والله عن جد. محمد قنبر طبقة الأوزون انخزقت من قوة صوتك. ما شاء الله مش عادي. أول إشي أنا قال قنبر عزيزين على قلبي أصلا. عن جد يعني في معرفة شخصية وعائلية برضو، فمنوجه تحية لكم لكل أهل القدس من القدس صح؟ الله يسعدك. تحية لأهل القدس. ما شاء الله عندك طبقة، يعني وين بتوصل؟ السلم ما بيصيبك. ما شاء الله ما شاء الله اسم الله عليك، طبقة صوتك بتجنن، متمكن، طلعاتك حلوة، القرار عندك حلو، كله واضح واضح وصريح. بس اوكي، اشي صغير صغير كثير، هو نشتغل شوي أكثر على الإحساس بس، عدا عن ذلك ولا غلطة. اسم الله عليك ما شاء الله. إسلام يا إسلام، زقفولو نسيتو. يعطيك العافية يا جعبري، عقولتهم جعبري. صوتك حلو كتير، عندك قوة بصوتك كتير حلوة، بس بدي أأيد وأشد على إيد نادين باللي قالت لك إياه، لازم تعرف إمتى وين تاخد نفسك. بنفعش من أول الكوبلي لآخره وإحنا أنا تعبت عنك يا زلمة، ريحنا. بس لا، ما في إشي غير إنه لازم تعرف وين تاخد نفسك، لأنه النفس إشي أساسي بالمغنى. إن معرفتش وين وكيف تتنفس ممكن تنشز، ممكن نفسك ينقطع، يمكن ما تعرفش تقفل صح. فبس هي هاي النصيحة، ولا أنت بتجنن يا جعبري. يعطيكم العافية. شكرا ليان. دور هيثم. يعني بعد اللي حكوه ليان ونادين فيش شو أحكي أنا بصراحة، دروي خلص. نادر يعني انت استاذ ومعلم ودكتور وسلطان كل الالقاب. حبيبي شكرا. قد ما تغني انا بحب اضل اسمعك ومستمتع فيك وبملش، لانك كل الوقت بتفاجئنا بشغلات حلوه. تمكنك يعني فيش شو نحكي، انت استاذ بروفيشنال على الاخر جاهز. شكرا شكرا. محمد اليوم انت فاجئتني بصراحه عن جد، الطبقات اللي عندك ما شاء الله إشي يعني إشي بنفتخر فيه. اهتم بهاي الجوهرة اللي عندك، وظفها بالمحل الصح. يعني مجرد أسمعك مرة واحدة طلع حلوة، أنت بتوصل لي الإحساس وبكون أنا مبسوط وبعرف إنه عندك هاي القدرة. عندك صوت رائع، موهبة كبيرة. اليوم أبدعت، غنيت بطريقة كثير حلوة، يعطيك ألف عافية. شكرا. زقفولو. إسلام. جعبري. نفس التعليق بدي أعطيك إياه للحلقة الجاي، أنا بحب صوتك كثير وعندك خامة حلوة، بطلب منك الحلقة الجاي يكون الأداء أحسن من اليوم. بديش أعطي تعليق اليوم، بس الحلقة الجاي بدك توعدنا يكون أحسن. يعطيكم ألف عافية، موفقين. شكرا. شكرا شباب. شكرا لجنة. تفضلوا. شكرا. قبل ما نروح لبريك صغير بدي أشكر شركة كرياتيفيتي لاين، وهلأ خلونا نروح لبريك إعلان صغير وبنرجع معكم.
عدنا لكم من جديد ومعنا على المسرح 23 مشترك، وهلا صار وقت نعرف مين الثمانية منهم اللي دخلوا معنا مرحلة الخطر. لجنة التحكيم أكيد تقدر تنقذ شخص واحد منهم ليكمل مشواره معنا بالبرنامج، والسبعة التانيين بيقدر الجمهور خلال تصويتهم بالأسبوع يرجع شخص واحد لمنطقة الأمان. وهلأ مع فقرة إعلان ثمانية من المشتركين اللي رح يدخلوا معنا لمرحلة الخطر. هلأ بلغنا إنه عندنا سبعة مش ثمانية بمنطقة الخطر. سبعة بمنطقة الخطر. مين يا ترى بأمان وراح يروح الليلة مرتاح، ومين يا ترى راح يستنى تصويت الجمهور أو آراء وإنقاذ لجنة التحكيم لإله؟ أول اسم معنا لليلة راح يكون أو تكون بمنطقة الخطر، الاسم هو علي يغمور. تفضل عنا علي. أبهرتونا وأبدعتوا والجميع تفاعل معكم، لكن هاي قوانين البرنامج. الاسم الثاني معنا اللي رح يكون للأسف في مرحلة الخطر، صبي ولا شاب؟ هات لنشوف. الاسم الثاني رح يكون سميح دوكات. علي وسميح تفضلوا لقدام، تفضلوا لقدام. علي جنب سميح تفضل لقدام. شباب لقدام بفضلكم. الاسم الثالث اللي راح يكون معنا بدائرة الخطر لليلة هو أو هي مين يا ترى؟ هو للأسف محمود زعرور، وأنت معنا بدائرة الخطر. هيك صار معنا ثلاث أسماء بانتظار الاسم الرابع. معك كيانا. الاسم الرابع برضو شاب. الاسم الرابع رشاد الطردي. الاسم الخامس معنا بدائرة الخطر بسهرتنا لليلة وراح ينتظر أو التصويت أو كرت الإنقاذ مع لجنة التحكيم. مبدئياً عشان نريح الشباب راح تكون معنا بدائرة الخطر صبية. ارتاحوا شباب. الاسم هو أو الاسم هي الصبية اللي معنا بدائرة الخطر لليلة هي كارينا خليل للأسف. ومعنا ضل مشتركين، اثنين مشتركين راح يكونوا معنا في مرحلة الخطر. الاسم السادس اللي راح ينضم للسبعة مين يا ترى؟ هو أحمد التميمي. طبعاً بدنا نذكر
إنه معنا مدة كافية لتكثيف التصويت للشباب وللصبية لمساء الثلاثاء. يعني أصواتهم أحمد رح ترجع واحد ولجنة التحكيم رح ترجع واحد. صحيح. تذكروا. أما الاسم الأخير معنا بسهرتنا لليلة اللي رح يكون معنا بدائرة الخطر. صبايا ارتاحوا. الاسم لشاب. مبروك للصبايا، انتم بدائرة الأمان. الاسم هو عزمي سنونو للأسف. بدنا نطلب من الجمهور الكريم، بدنا نطلب من الجمهور الكريم، جمهورنا الكريم، من فضلكم جمهورنا، بدنا نطلب من الشباب والصبايا. مبروك لكم، تفضلوا. مبروك. مبارك لكم. تفضلوا شباب وصبايا. تفضلوا شباب. جمهورنا الكريم، بدنا نطلب من لجنة التحكيم اسم الشاب أو الصبية اللي راح يكمل معنا ويكون بمرحلة الأمان. أعضاء لجنة التحكيم، بس أعطونا ثانية. أعضاء لجنة التحكيم في عملية تشاور. إذن بدنا نرجع نذكر عزمي سنونو، أحمد تميمي، كارينا خليل، رشاد الطردي، سميح دويكات، وعلي ومحمود زعرور، هم بدائرة الخطر لليلة. عندي سؤال، إذا في تفضلي ليان. يعني إذا في أنا وحدا متفقين نرجع حدا وحدا ثالث بده يرجع حد ثاني. قانون البرنامج ليان بقر يعني اثنين مقابل واحد معناته شخص اثنين مقابل واحد يعني بيربح تنين. التنين أوكي. صحيح. الرأي فهمت موحد علي. فهمت بس علي. برضو يعني اتفقوا بيناتكم على اسم واحد طبعا اكيد. احنا بانتظار يلا الاسم من اعضاء لجنة التحكيم. اسم واحد راح تنقذه لجنة التحكيم. عزمي سنونو. مبروك لعزمي. مبروك بقاء عزمي ضمن إطار مبروك. منافسة The Golden Voice. هارد لك. مبروك عزمي. عزمي تفضل. نرجع نذكركم بأهمية تكثيف التصويت لحتى يرجع واحد من المشتركين الستة هدول ل مرحلة أو دائرة الأمان. شكراً لكم. تفضلوا شباب وصبايا. بتصويتكم مشاهدينا بتقدروا تساعدوا مشترككم المفضل بالاستمرار بالبرنامج، وكل هذا من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. لهون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. تحية كتير كبيرة لأعضاء لجنة تحكيم The Golden Voice المميزين نادين، هيثم وليان، وتحية كتير كبيرة للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو العظيم مهند بنورة، وتحية كبيرة لجمهورنا الجميل اللي تواجد معنا بالمسرح اليوم. وحابة أشكر أيضاً أزياء عيسى على طلتي الحلوة هاي وطلاتي الجاي، وطبعاً طلت نادين من أزياء عيسى برضو بتجنن اليوم. لا ليان تفضلي. حابة أشكر كمان قبل ليان الميك اب ارتست اللي عملوا لنا الميك اب للصبايا والشباب، أدهم قمصية شكرا لك، آية موسى ومجد خير. وأيضا بدي أشكر الهير دريسرز اللي عملوا لنا شعرنا، سامر خير عمل شعر الشباب، وروني سلمان وجورج فرهود عمل شعر الصبايا. شكرا كثير.
بدنا نرجع نذكركم بالتصويت للمشتركين وتكثيف التصويت للمشتركين. على أمل لقائكم الأسبوع القادم. تصبحوا على ألف خير. شكراً وتصبحوا على خير.